عبد العالي على سنوات وانت والمدام ديالك بغيتو تولدوا وليد ولا بنيه خسرتوا ما هي وما لونوها باش تولدوا ديك البنيه عاود لي على هذا آه اولا وعلي كل جهه تنشكركم على هذا الاجتماع اللي كاين مرحبا نعود. سيدي الشباب مرحبا أتشكركم. استاذه جنتي على هذا المجهود الكريم سي مرحبا و... سيدي اولا وعلى كل شيء انا بالنسبه لي فكرت انا قلت الشباب ما غيدومش وداك الشيء راه نوض نتزوج وداك الشيء قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول آه سنه الحياه ونصف الدين هو الزواج معلوم <applause> نضنا لله تزوجنا في امان الله ضربت العام الاول <applause> العام الثاني دازت فيه النص راه الاجتماع ديالنا ديال 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 المغرب راك عارفه شي يكون العائله والعائلات شي قوي شي مثلا هاد السيد هذا علاش ما بغاش يولد كذا وعلى اخره وعلى خير. ها ولا. العام الاول تتبدا الهضره تطرح ها فوالا دازت العام الاول داز العام الثاني مشيت انا يا بقيت نفكر تيجوا العائلات تيقولوا لي علاش شنو كاين شنو كاين عندكم عندكم شي حاجه سيروا للطبيب سيروا كذا كثرت الهضره والى اخره ولكن نتوما سي عبد العالي في العام الاول كنتو زعما بيناتكم باقين يلا قلتوا بسم الله باقين تتوجدوا راسكم زعما قلتو بيناتي شويه على الاولاد آه حنا حنا كنا تنفكروا كنا تنقولوا بشو بشويه شوية الله يجازك بالخير منين الحق العام الثاني ولا العائلات تخالف هذه هاد الامور هذه ما عليناش قلت انا مع راسي راه نمشي لعند نمشي نجري على راسي قال لك الله سبحانه وتعالى قال لك سبب عبدي ولا نعاود. اي معلوم. مشيت للسبيطار مشيت لعند واحد السيده دكتوره مشيت لعندها دوزت عندها لا فيزيت. راك عارف مشيت حتى الاول ولا المره الاولى لا مشيت انا وياها في دقه واحده مشيت لا مشيت لعند السيده مشيت دوزت عندها لا فيزي دوزت عند المدام ديالي لا فيزي خرجت لي الدواء قالت لي غتمشي تبع الدواء مده ثلاث شهور اذا عندك عندك شي مشكل اللي أه خلاك انك ما تولدش انت اه اه متفق معك انا ما جي لك في الموضوع إيه. قالت لي غتضرب تشرب هاد دل... أد... أد... الدواء ثلاث شهور تول المدام ديالك بالفعل مشينا شربناها انا والمدام ثلاث شهور هي من جهه وانا من جهه قالت لك ترجعوا لعندي عاوتاني مني سالينا ذاك ثلاث شهور سالينا ذاك الدواء رجعنا لعندها عاوتاني ضربنا هذا ثلاث شهور عاوتاني عاوتاني عطاتني شهرين اخرى. اذا هذه المده كلها ما جابش الله ست شهور ديال الدواء. كامل تمشي لعندها تعاود تدوز لي لا فيزيت انت راك عارفه الطيب وداكشي تمشي تمشي هذا الفورماسيون تيقول لك خنشه ديال الدواء. خنشه ديال الدواء. المهم سالينا هذه الامور قالت لي عمرت لي ورقه قالت لي خاصك تمشي للسويسي. قلت لها اذا هذا هذا المجهود اللي جاهدنا فيه راه ما كاين والو قالت لي لا ما كاين والو قالت لي مشى في الخوا. قلت لها ماشي مشكل اجرونا لله في سبيل الله مشينا للسويسيه لله راك عارف هاد السير والي الي والروتور فين للسويسيه عاوتاني بقات المده عاوتاني بحال هكاك حتى نفس المشكل عطاوك الدواء اللي تيدوز و... لك لا فيزيت تيعمر لك ورقه فيها خنشه ديال الدواء مم. سير للصيدليه عمر ما عليناش بقيت تنشرف الدواء المهم هي حتى ولا تجيني السخفه تم غادي في الطريق تجيني السخفه ياك اثر عليك الدواء اثر عليا الدواء. علي الدواء بزاف انا ولا المدام ديالي بجوج بينا تنشربوا مم. الدواء تيخرجوا يت... لينا سيروا الكينات الكيناش هذه كذا 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 الى اخره تنبقاو نشربوا حتى تنسخفوا اذا اثر عليكم الدواء صحيا انت والمدام ديالك وانت نفسيا لانه وانت لكم والو ولا ست شهور تنكون جالس بوحدي بحال الكل تنبقى ندور السينتا في راسي تنبقى نهضر تنقول تنهضر على بوحدي تنقول كيفاش انا هاد الملف هذا شنو هو ما كنتش كنفكر فيه ولكن نهار اللي كتب الله وجهه اذا ولا مشكل حقيقي ولا مشكل دابا الولاده راه مشكله, مشكلة على من الى ما ولتيش مشكله ولدتي مشكله المهم هما ديما المشاكل اللهم يرغوا ولاد ويكونوا المشاكل ماشي ما كاين والو المهم الانسان <سؤالان> يدير يسمع كلمة با ويسمع كلمة إيه ويسمع الحنانة وتسمع داك وتحس براسك بلي راه عندك وليدات في الحال ما يبقاش فيك الحال الا جهدتي تتجاهد في سبيل الله تنقول لك اربع سنين أربع سنين أربع سنين وأنا تنقاسي في السبيطارات وتنجري هذه كلها دو المليون اللي مم. مشات هذه حاسبها الريال الاخر حيت اللي تيخلص هو اللي تيحسب معلوم من جيب. ما تتبقاش فك الفلوس كتخرجو من جيبك انت اللي عارف خرجتي من جيبك ما تتبقاش فك الفلوس يا استاذه تتبقى فك كانك مجاهد في سبيل الله وداك الجهاد لوجه الله ولكن بغيتي النتيجه بغيت النتيجه انا بغيت تنقل إن النتيجه يمكن كنت كل شهر عاود لي عبد العالي النفسيه ديال المرات كنت دابا الفلوس وكذا ولكن هي المراه كل شهر كتقول واقيلا على الشهر غنولد واقيلا على الشهر غنخرج حامله ولينا خاصمة ولا بعد شي مرات نريحو انا والمدام بحال هكا تنهضرو <applause> انا تن تيقهرني الدواء تن تنميك عليه قلت انا يوم مع راسي غنمشي لاختصاصي ونحيد هاد الدرسه ونرجع دخلت لعندو دوز لي لا فيزيت دوز ل... لمدام لا فيزيت منين خرجت لعندو غير دخله بخرجه ب 1000 درهم غتخرج لعندك المسؤوله اللي كاينه على براسك اختي شحال 1000 درهم هادي ابار ما كاين لا دواء لا والو دابا هاد البنيه تقامت عليك ماشي مشكل دابا ما تيبقاش شي حد دابا مرتاح الحمد لله هي غاليه عندك لا الحمد لله لا غاليه الحمد لله <applause> الدراري لا غاليه نعم دابا نكمل معاك عبد العالي القصه ديالك تنشكرك بزاف نمشيو نشوف واخا سي عبد العالي نكمل معاك التجربه ديالك دوزتو ربع سنين وخسرتو سته ديال المليون وكثر باش يجيب الله وليد ولا بنيه ولكن من بعد علميا وطبيا ما هادشي ما ما مشيتيش فيه مزيان أنا أنا من بعد انت قلبتيها تاع الشاب وتعطرت و... اه داكور واخا المهم صافي استاذه تقهرت بالدوايات وتقهرت بداكشي وسير واجي في الطاكسي يطلع بطلع بط صافي مشيت بغيت نستمر غير واحد الشهر نرتاح دواء ما صافي قلت لها بلا ما تشربي لا دواء لا والو صافي خديت موقف من هذاك الشيء اه الله يرحم به الوالدين صافي حبست الدواء انا قلت لها اللي دار ربي هي اللي كاين صح صافي خلي اللي بغى يهضر يهضر عليكم واللي بغي اللي تضر الناس ديالو ما فين يديرو خلي اللي بغى يهضر يهضر الحمد لله على كل حال قال لك الانسان يكون عنده قلبو زوين ويكون شي يفكر في, في طريق الله سبحانه وتعالى وجل راه قادر الله سبحانه وتعالى يجي واحد النهار غادي يدي ليه داك الشيء اللي بغا الانسان يكون الطريق ديالو زوينه نعم مشيت حبست واحد واحد النهار مريح مع الصديق ديالي قال لي سي عبد واش ما مكة ما كما جابش الله قلت قلت له اودي اخويا العزيز انا ها كيفاش وكيفاش وكيفاش دابا راني حبست اخويا قال لي وشنو هو المعمول قلت له المعمول تسنى باب الله ايه قال لي واه انت الله يجزك بالخير قال لي ها انت كاينه واحد السيده السبب والكمال على الله احنا ما غاديش نقولوا هذيك السيده ولا الله سبحانه وتعالى الله يجزك قال لي كاينه واحد السيده تدير هذاك سميتو اللي داك اللدون اها قال لي سير لعندها تسبب لك على الله اذا تبعتي كل شيء اللي تقال اللي قالوا عليا تندير اللي قالوا انا نعرفوا في المجتمع ديالنا العيالات اللي كيتبعوا هذا الشيء هي القديده تيتبعوا ما اللي قالوا نكلوها تياكلوها ولكن انت راجل وانت مشيتي مع الله يجزيك بالخير شوف الحمل تيولي على المراه والراجل ماشي على المرا هذا تنحيي فيك انا بعد القضيه ولكن كاين شي واحد اللي تيتزوج يخلي الحمر على المراه ولا تيبدا يقول الهضره اللي ما كايناش ولا الانسان اللي تيكون عنده الايمان في القلب تيكون تيطبق اي حاجه تيطبقها الحمد لله اذا مشيتوا عند السيده اللي درت لكم اللدون مشيت انا اول مره مشيت لعندها ريحت عندها قالت لي ولدي انت اسير راه ما عندك والو قالت لي صيفط لي المدام ديالك الا غدت لي صيفط لي المدام ديالي مشات دارت لي هذاك الشيء العلم الله انا ما كنت كنعرف استاذ هذاك الشيء العلم اها قالت لي ودي لا راه عندك شي سحر قالت لي راه خداو لك من الحنه ديال العرس ديالك حسدوك شي ناس راه خداو لك شي حاجه من الحنه وشي حاجه من اللبس ديالك وراه داوها لك لشي قبر ما تينزارش فشي روضه شي قبر منسي و داروا لك في, في هذاك القبر عمرك ما تولدي قالت ليها وهاد المسائل قالت ليها هذه خمس سنين ما تجري في الطب قالت ليها الطيب واخا تجري عندو تتعيى قالت ليها ها هو هاد الشيء راه ما منو والو هذا الشيء خمس سنين اللي جريتي راه ما منه والو عندك سيح راه ما عندكش وبالفعل الطب راه يتفهم غاديش يفهم السيح طيب يدوز لك لا فيزيت يصيفطك للدواء والنهار اللي تسالي الدواء ترجع لعنده يقول لك عاوتاني لا فيزيت هذا هو هذه الامور المهم انتم درتو درتوا حقكم في الطبيب المهم مشات جات لعندي المدام قالت لي يا ودي كيفاش وكيفاش وقلت لها شنو قالت لي قالت لي خرجت لي شي شوب وشي كذا وشي هذه وشي تخربيق وشي مم. وشي تحجر عند واحد السيد تبعت هذاك الامور واحد واحد مده ما كامله حتى 20 يوم بحال هكاك واحد النهار هبطنا انا وياها قالت لي عندي تحجيره مشيت معاها لعندك السيد مريحين انا وياها تا المدام ديالي جرتها الدوخه وبقات ما قداش تجلس قالت ليها مالكي قالت لي راه هني تنحس بشي حاجه ماشي هي الصحه ديالي ماشي هي هذيك قلت لي لا باس ندوز لك قالت لي لا ما دوز لي انا هادشي هذا اللي فيه ما كان في قلت لها واخا راي حيت نشوفو الشيء واش كيتوجد في حاجه لا انا ما انتوما بعدين هذا انا انا ما نكذبش عليك انا والجريو عليه وانتوما كتحشو لي ما عمرني قلت لكم قدركم حاجه هذا المجمع فين ما تاكل شي حاجه ما تتوفقاش تنوض تشرب له قدركم تنقول يمكن هذا الشيء تنفرح راه الوحم تنفرح الا تيكون داك الشيء والو وهي راه غير عرقاتها بزاف الله يجازيك بالخير تعجبت بزاف وقلتي تا هذه المره بحال بحال الله يجازيك بالخير بقيت انا غادي في داك التفكير بحال هكاك هذاك هي ايه هذاك قلت لها الله نطلعو سالينا الامور طلعنا للدار قلت لها دو اه سيري دوزي لا فيزيت سيري ديري لا فيزيت فاش طلعت الطبيبه دارت لا فيزيت دوز غير على حساب المعده ماشي على حساب شي حاجه ما شكيتيش بلي اه تكون حامله لا انا ما شكيت والو انا خدام خد خليتها قلت لها سيري ديري لا فيزيت انا غادي نمشي للخدمه من حيث العمل ما تيرحمش مشيت الخدمه ديالي خليتها في الدار قلت لها مشات دوزت لا فيزيت ما بغاوش يقولوا لي خلاوها لي مفاجاه مفاجاه حامله انا خدام خد ايوا سيري دوزت لا فيزيت <applause> قالت لي سيري شو وقتينا وفين دارت لا فيزيت دارت غير عند هذاك مولات الفرماسيان يعني. مشيت انا خدامه جيت للدار كليت قضيه نضيت لما دمت تضحك من الدرسه ديال العقل قلت لها اي 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 فرحانه ناش طمع <applause> راسها قلت لها مالكي قالت لي ودي انا خليها تتغدى وهذه وعاد نقول لك هذه المفاجاه قلت لها الله يسمعنا كلام الخير راه قلت لك شو نتايا قالت لي ودي راها مشيت لعند فلانه وهذه وهذه دوزت لها فيزيت قالت لي ودي راكي حامله ايوا <applause> قلت له هذا نهار كبير الحمد لله اللي بغيتي نديروه دابا الشواء اللي بغيتي نديروه مرحبا <applause> واخيرا الله يجازيكم بالخير ايوا <applause> علينا سالينا الموضوع هذيك مولات الفرماسيان صور خمس سنين وهي مسكينه حتى هي بقى فيها الحال منين سقط دارت ليها لا فيزيت دارت ليها داك لي سميتو وقالت ليها راك حملة هذيك مولات الفرماسيان مسكينه زغرتت بالفرحه قد تتزغرت قالت لها سعداتك اختي وتمنيتها لك لا انت ولا ولد الناس تعذبتو واجركم الحمد لله اللي الله سبحانه جيت على لا درت داك اللي كتب الله المهم ماشي درت سبوع درنا عرس الحمد لله كيفاش دوزتي الفتره كلها ديال الحموليه مع مراتك كون هي حامله وانت كت لا دوزنا بخير وعلى أه؟ خير راك عارف الحياه ما بين الزوجه والزوج شي يكون مره شي يكون مره نقاش خفيف مره هذه بنيه راه ماشي جات غير بالصدفه هذه بنيه شوف قال لك اللي ما يسبنكش ساتو لك اللي ما يقرا براتو آه ما يوجد عشاش ما له من حياته ما ماشي الانسان عام متزوج الا المراه في الدار هي تصبن هي طيب هي دير كل شيء الا خصو. يعني لك حاجه يصبن طيب الراجل بحال خصو يكون مزيان مع الزوج واخا ديني اللحظه اللي ولدت فيها المدام نارلي اللي ولدت لالا ولدت في ف هذاك شد الحريق مع الثلاثه ديال كنتو عارفين كنتو عارفين بنيه ولا وليد اه لا فيزيت يوميا تحاليل يوميا يوميا نتوما كتشوفوا ديك من سيمانه لسيمانه <applause> من من شهر لشهر لا فيزيتات هذوما كتبعوا النمو آه الله يجازيك بالخير تي ما ثلاثه ديال ولدت في امان الله آه بقات شي ثلاث ايام في السبيطار بحال هكاك ما ولدت بالفتيح وداكشي جبنا الدار لالا جلسنا جات العائله تجمعت وراه العائله 50 <applause> هما يوم تيفرحوا راه ماشي الزنقه من حتى الراس ديال <applause> الموسم الزنقه آه الحمد لله الزنقه <applause> من حتى الراس وعاد الزنقه اللي آه حدانا تما كلشي فرح لك جا الحمد لله, آه <applause> <applause> لله. تصور نهار ثلاث ايام اكثر من اسبوع <applause> ياك دابا البنيه هذه تتعاود على هذا الفيلم كله يلا عندنا دابا اربع شهور اربع شهور بقى صغيور بقى ما عرفها والو بابا باقي ما سمعتيهاش لا الحمد لله, سمعت لله تنمشي للخدمه واخا باقي ما سمعتش كلمه بابا غنسمعها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنمشي جات الوالده تتقول لي ولدي خواتاتك وخوك مجوج وكلشي ولد ولاد اللي عنده ثلاثه اللي عنده جوج وانت ولدي ما عندكش هذه في الاول هذه تنقول لك قبل ما قبل ما يكون حتى حاجه تنقول لها الوالده شوف اللهم الصبارين الى صبر هذا ما كان ولكن دابا عفاك عبد العالي اكيد العلاقه مع ديك البنيه حيت هي اللي عندك دابا الحمد لله في والله أول الله على الزواج والوالدين هما اللي هذا ما كان هذيك البنيه زعما اش من فشوش واش من عندك ودرج وخاف وكتولي داك الوليد واحد بحال شي بيضه كتخاف عليها طيح متفق معك مم. وانما الانسان يكبر إيه ولده في طاعه الله فهمتيني الفشوش ما عنده ما يدير يعني. صافي الامور دازت بخير وعلى خير الحمد لله دابا دابا تندخل تنكون خدام تنسالي السيرفيس ديالي تنقول مصاب غير آه. الحق لي الوقيته نمشي نسمع غير شوف مالك اه اذا الحمد لله ونشكر تندخل نلقاها قدامي هذيك هي قد الدنيا وسيدي تربى في عزك ان شاء الله الله يبارك فيك ويسلم حمد حبيبكم شكرا بزاف على هذه الفرحه في الحقيقه اللي عشنا فيها وهذا الفيلم ديال دي فيه تشويق الحمد لله الحمد لله شكرا لك عبد شكرا لك عبد العالي بارك الله فيك سي سعيد